بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفة خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، مع الآيات الكريمة تهجي وتجويد من الآية 17 إلى نهاية الآية 42 ختام السورة الكريم. مواضيع الآيات الكريمة: التعجب من حال الإنسان المعرض عن الإيمان وتذكيره بأصل نشأته، التعجب من حال الإنسان المعرض عن الإيمان وتذكيره بأصل نشأته، كذلك في الآيات تذكيره بخلق طعامه وطعام أنعامه، كذلك في الآيات تذكيره بقرار الإنسان يوم القيامة أو بفرار الإنسان يوم القيامة من أقرب الناس إليه، وبيان حال السعداء والأشقياء. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من السعداء، ونعوذ بك أن نكون من الأشقياء. آمين يا رب العالمين. ومع تهجي وتجويد الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف ضمة قوت، تاء كسرتي، قوتي، لام فتحة لا، قوتي لا، همزة وصل، وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتحة، لام سكون كمرية مظهرة، الهمزة كسرة اي، الاي قوتي للاي، نون سكون مع الإخفاء الحقيقي، سين فتحة سا، الإنسا، ألف صغيرة مضى طبيعي، الإنسا، نون ضمانو، الإنسان، قتل الإنسان، ميم فتحة ما، ألف مد واجب، ألف مد جائز منفصل، ما، همزة فتحة آ، كاف سكون مع الهمس، أك، فاء فتحة فاء، أك، فاء، راء فتحة مع التفخيم، أكفرا، هاء ضمة، واو صغيرة مد صلة صغرى، أكفره، نقف عليها بالسكون العارض مع همس الهاء، أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، ميم كسرة ميه، نون سكون مع الإظهار الحلقي، من، همزة فتحة آ، ياء شدة كسرة أي، من أي، شين فتحة شاه، ياء سكون حرف رين شاي، همزة كسرتين مع الإظهار الحلقي، لأن الخاء من حروف الإظهار المجموعة في البيت، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. لام فتحة مع الاستفال خلا، قاف فتحة خلق، هاء ضمة خلقه، واو صغيرة مد صلة صغرى خلقه، نقف عليها بالسكون العارض مع همس الهاء، خلقه من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه، ميم كسرة ميه، نون سكون مع الإدغام بغنة في النون المشددة مع الضم، لأن النون من حروف كلمة ينمو، من طاء سكون مع القلقلة، نقطة، قلقلة قطب جد، فاء فتحة فاء، نطفة، تاء كسرتين مع الإظهار الحلقي، نطفات، لأن الخاء من حروف الإظهار الحلقي المجموعة في البيت، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. لام فتحة لا خلاق، قاف فتحة ق خلق، هاء ضمه خلقه، واو صغيرة مد صلة صغرى خلقه، من نطفة خلقه، فاء فتحة فاء، قاف فتحة ق فق، دال شدة فتحة فقد د، راء فتحة مع التفخيم فقد درى، هاء ضمة واو صغيرة مد صلة صغرى فقد دره، نقف عليه بالسكون العارض مع همس الهاء، فقد در، من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره، فاء ضمة ثو، ميم شدة فتحة مع الغنة، ثم وغنى ميما ثم نونا شددة، وسمي كلا حرف غنة بدا، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام سكون شمسية مدغمة في السين المشددة مع الفتح، السا، باء كسرة، ياء سكون مضى طبيعي، السبيل، لام فتحة له، السبيل، ثم السبيل، ياء فتحة ياسين شدة فتحة يس، راء فتحة مع التفخيم يسر، هاء ضمة واو صغيرة مد صلة صغرى يسره، نقف عليها بالسكون العارض مع همس الهاء، يسر، ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر، فاء ضمة ثو، ميم شدة فتحة مع الغنة، ثم، همزة فتحة آ، ميم فتحة ألف سكون مضى طبيعي، آما، تاء فتحة هاء ضمة، تاء أماته، واو صغيرة مد صلة صغرى، أماته، ثم أماته، فاء فتحة فاء، همزة فتحة آ، فاء، قاف سكون مع القلقلة، فأق، باء فتحة باء، فأقب،
فأقب راء فتحة مع التفخيم، فأقب راء هاء ضمة واو صغيرة مد صلة صغرى، فأقبره نقف عليها بالسكون العارض مع همس الهاء، فأقبر ثم أماته فأقبر ثم أماته فأقبر ثم أماته فأقبر، فضم ثو ميم شدة فتحة مع الغنة، ثم همزة كسرة إي ذا الفتحة إذا ألف سكون مد طبيعي إذا، ثم إذا شين فتحة شاء ألف مد واجب متصل همزة فتحة آ شاء، ثم إذا شاء همزة فتحة آ نون سكون مع الإخفاء الحقيقي شين فتحة شاء أنشا راء فتحة مع التفخيم أنشرا هاء ضمة واو صغيرة مد صلة صغرى أنشره نقف عليها بالسكون العارض مع همس الهاء أنشر، ثم إذا شاء أنشر ثم إذا شاء أنشر، كاف فتحة كاه لام شدة فتحة ألف سكون مضى طبيعي كلا لام فتحة لا ميم شدة فتحة مع الغنة لم ألف سكون مضى طبيعي لم كلا لم، يا فتحة يا قاف سكون مع القلقلة يا ق ضاد كسرة دي يا قاضي قلقلة قطب جد، ميم فتحة ما ألف مد جائز منفصل ما كلا لم يا قاضي ما، همزة فتحة آ ميم فتحة ما آما راء فتحة مع التفخيم أمرا هاء ضمة واو صغيرة مد صلة صغرى أمره نقف عليه بالسكون العارض مع همس الهاء أمره كلا لما يقضي ما أمره كلا لما يقضي ما أمره، فاء فتحة فاء لام سكون مع الإظهار المطلق فل، ياء فتحة ياء فليا نون سكون مع الإخفاء الحقيقي ظاء ضمة ظو فلينظو راء كسرة مع الترقيق فلينظري، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح، لام سكون كمريم منظرة ال همزة كسرة اي ال اي نون سكون مع الإخفاء الحقيقي سين فتحة سا الإنسا ألف صغيرة مد طبيعي نون ضمان الإنسان فلينظر الإنسان، همزة كسرة إيه لام فتحة ألف صغيرة مضى طبيعي إلى فلينظر الإنسان إلى، طاء فتحة طاء عين فتحة ألف سكون مضى طبيعي طعا ميم كسرة مي طعامي، هاء كسرة ياء صغيرة مد صلة كبرى لأن جاء بعدها همزة ويعامل معاملة المد المنفصل إن كنا نقرأ بالكسرة أو التوسط ونحن الآن نقرأ بالكسرة تيسيرا، نقف عليها بالسكون العارض مع همس الهاء طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه، همزة فتحة آن نون شدة فتحة مع الغنة ألف سكون مض طبيعي أنّا صادق فتحة ص باء فتحة باء صابة باء سكون مع القلقلة صبابة نون فتحة ألف سكون مد طبيعي وقفا صبابنا أنا صبابنا، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح لام سكون كمريم مظهرة ال ميم فتحة ما الماء ألف مد واجب متصل همزة فتحة أ الماء أنا صبابنا الماء، صاد فتحة ص باء شدة فتحتين مع الإخفاء الحقيقي لأن الثاء من حروف الإخفاء صبا، ثم نقف عليها مد عوض صب أنا صببنا الماء صب أنا صببنا الماء صب، فاء ضمة ثو ميم شدة فتحة مع الغنة ثم غن ميما ثم نونا شددة وسمي كل حرف غنة بدا شين فتحة شاء قاف فتحة قا شاء قا قاف سكون مع القلقلة قلقلة قطب جد شقاق نون فتحة ألف سكون مد طبيعي وقفا شقاقنا، ويحذف في حالة الوصل بسبب التقاء الساكنين يتم التخلص من الساكن الأول وهو حرف المد، وكذلك يتم التخلص من همزة الوصل، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح لام سكون كمريم مظهرة ال شقاقنا
ام زاي فتحة اه ال اه راء فتحة مع التفخيم الارض ضاد فتحة ض الارض ثم شققنا الارض شين فتحة شاء قاف شدة فتحتين مع الإخفاء الحقيقي شق ف نقف عليها مد عوض شق ثم شققنا الأرض شق ثم شققنا الأرض شق ف فتحة ف همزة فتحة آ ف آ نون سكون مع الإقلاب ب فتحة ب ف أم ب والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء أي من أحكام النون الساكنة والتنوين حكم الإقلاب حينما يأتي حرف الباء بعد النون الساكنة أو التنوين تاء سكون مع الهمس فأنبت نون فتحة ألف سكون مضي طبيعي فأنبتنا فاء كسرة ياء سكون مضي طبيعي هاء فتحة ألف سكون مضي طبيعي فيها فأنبتنا فيها حاء فتحة حاء باء شدة فتحتين مع الإدغام بغنة في الواو المفتوحة لأن الواو من حروف كلمة ينمو حبا ونقف عليها مد عوض حبا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا واو فتحة وعين كسرة عي وعي نون فتحة ناء وعينا باء فتحتين مع الإدغام بغنة في الواو المفتوحة لأن الواو من حروف كلمة ينمو وعنبا وقاف فتحة ق ضاد سكون مع الاستطالة وقد باء فتحتين مع الإدغام بغنة في الواو المفتوحة لأن الواو من حروف كلمة ينمو وقد نقف عليها مد عوض وقد باء وعنبا وقد باء وعنبا وقد باء وعنبا وقد باء واو فتحة و زاي فتحة زا و زا ياء سكون حرف لين و زاي تاء ضمة واو سكون مضي طبيعي و زيت نون فتحتين مع الإدغام بغنة في الواو المفتوحة لأن الواو من حروف كلمة ينمو و زيتون و نون فتحة نا خاء سكون مع الرخاوة والهمس ونخ لام فتحتين مع الإدغام بغنة في الواو المفتوحة لأن الواو من حروف كلمة ينمو ونخلة ونقف عليها مد عوض ونخلة وزيتون ونخلة وزيتون ونخلة واو فتحة وحاء فتحة حا وحا دال فتحة دا وحدا ألف مد واجب متصل وحدا همزة كسرة إيه قاف فتحة قا وحدائق غين ضمة غه لام سكون مع الإظهار المطلق وأظهرن لام فعل المطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى باء فتحتين مع الإدغام بغنة في الواو المفتوحة لأن الواو من حروف كلمة ينمو غلبا نقف عليها مد عوض غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا واو فتحة وفاء فتحة ألف صغيرة مضي طبيعي وفا كاف كسرة كي وفاكهة فتحة ها وفاكهة تاء فتحتين مع الإدغام بغنة في الواو المفتوحة لأن الواو من حروف كلمة ينمو وفاكهة وهمزة فتحة آ باء شدة فتحتين مع الإدغام بغنة في الميم المشددة مع الفتح لأن الميم من حروف كلمة ينمو وأبم نقف عليها مد عوض وأب وفاكهة وأب وفاكهة وأب ميم شدة فتحة تاء فتحة تاء متى ألف صغيرة مضي طبيعي متى عين فتحتين مع الإدغام من غير غنة في اللام المشددة مع الفتح متى على كاف ضمكم ميم سكون مع الإظهار الشفوي متى علكم واو فتحة واه لام كسرة لي ولي همزة فتحة اه ولي اه نون سكون مع الإظهار الحلقي ولي أن عين فتحة ألف صغيرة مضي طبيعي ولي أن عا ميم كسرة مي ولي أن عامي كاف ضمكو ولي أن عاميكو ميم سكون مع الإظهار الشفوي ولي أن عامكم متاعا لكم ولي أن عامكم فاء فتحة فا همزة كسرة اي فإذا الفتحة ألف سكون مضي طبيعي فإذا 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 مراعاة مخرج الذال
جيم فتحة جاء، ألف مد واجب متصل، همزة فتحة أه جاء، تاء كسرة جاءت، فإذا جاءت، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام سكون شمسية مدغمة في الصاد المشددة مع الفتح، الصا، ألف مد كلمي مثقل، خاء شدة فتحة، الصاخة، تاء ضمته الصاخة، نقف عليها بالهاء مع الهمس، الصاخة، فإذا جاءت الصاخة. ياء فتحة ياء واو سكون حرف لين، ياو ميم فتحة ما يوم، ياء فتحة ياء فاء كسرة في، ياء في راء شدة ضمة مع تفخيم، يفر يوم يفر، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام سكون قمر يا مزارة، ال ميم فتحة ما الماء، راء سكون مع تفخيم، المر همزة ضمة المرء، يوم يفر المرء، ميم كسرة ميه نون سكون مع الإظهار الحلقي، من يوم يفر المرء من، همزة فتحة خاء كسرة مع التفخيم النسبي، أخي، ياء سكون ماضي طبيعي، أخي، هاء كسرة هي، أخيه، نقف عليها بالسكون العارض مع همس الهاء، نقف عليها مد عارض للسكون مع همس الهاء، أخيه، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه، واو فتحة واو همزة ضمة أوه وأوه ميم شدة فتحة كسرة ميم شدة كسرة مع الغنة، وأمي هاء كسرة ياء صغيرة مد صلة صغرى، وأمه، واو فتحة واو همزة فتحة آه وآباء كسرة ياء سكون مد طبيعي، وأبيه هاء كسرة هي وأبيه، نقف عليها بالسكون العارض مع الهمس، وأبيه وأمه وأبيه، واو فتحة واو صاد فتحة ألف صغيرة مد طبيعي، وصا حاء كسرة حي وصاحي، باء فتحة باء وصاحبة، تاء كسرة هاء كسرة وصاحبته، ياء صغيرة مد صغرى وصاحبته، واو فتحة واو باء فتحة باء وباء، ياء كسرة ي نون كسرة ني وبني، واو فتحة واو باء فتحة باء وباء، نون كسرة ني وبني، ياء سكون مد طبيعي وبني، هاء كسرة هي وبنيه، نقف عليه بالسكون العارض مع همس الهاء وبنيه وصاحبته وبنيه، لام كسرة ليك كاف ضمكو لكو، لام شدة كسرة لكل لي، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الكسر، ميم سكون مع الإظهار الشفوي، إم راء كسرة مع الترقيق، إمري همزة كسرتين مع الإدغام بغنة في الميم المشددة مع الكسر لأن الميم من حروف كلمة ينمو، إمري إمي لكل إمري إمي، نون سكون مع الإظهار الحلقي، هاء ضمه منه، ميم سكون مع الإظهار الشفوي، منهم لكل إمري منهم، ياء فتحة ياء واو سكون حرف لين يو، ميم فتحة ما يوم، همزة كسرة إيه يوم إيه، ذال كسرتين مع الإخفاء الحقيقي، شين فتحة شاء يومئذ شاء، همزة فتحة آه همزة سكون شاء، نون ضمتين مع الإدغام بغنة في الياء المضمومة لأن الياء من حروف كلمة ينمو، شاء نوي لكل امرئ منهم يومئذ شاء نوي، غين سكون يغ نون كسرة ياء سكون مد طبيعي يغني، هاء كسرة هي يغنيه، نقف عليه بالسكون العارض مع الهمس يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، واو ضمة جيم ضمة واو سكون مد طبيعي وجوه، هاء ضمتين مع الإدغام بغنة في الياء المفتوحة لأن الياء من حروف كلمة ينمو، وجوه يا واو سكون حرف لين يو، ميم كسر ميم فتحة ما يوم، همزة كسرة إيه يوم إيه، ذال كسرتين مع الإدغام بغنة في الميم المشددة مع الضم لأن الميم من حروف كلمة ينمو، يومئذ مو، سين سكون مع الصفير والهمس، مص فاء كسرة في مصفي، راء فتحة مع التفخيم مصفرة، تاء ضمتين مع الإخفاء الحقيقي مصفرة ضا، نقف عليها بالسكون العارض مع همس الهاء مصفرة، وجوه يومئذ مصفرة، ضاد فتحة ألف سكون مد طبيعي ضا،
حا كسرة حي ضاحي كا فتحة كا ضاحي كا تاء ضمتين مع الإدغام بغنة الميم المشددة مع الضم، لأن الميم من حروف كلمة ينمو ضاحكة تم. سين سكون مع الصفير والهمس مس، تاء فتحة تاء مستاء، باء سكون مع القلقلة مستبه، شين كسرة شي مستبشي، راء فتحة مع التفخيم مستبشي، را تاء ضمتين مع الإدغام بغنة في الواو المفتوحة لأن الواو من حروف كلمة ينمو مستبشرة. ونقف عليها بالسكون العارض مع همس الهاء مستبشرة ضاحكة مستبشرة. واو فتحة واو ضمه واو جيم ضمجو ووجو، واو سكون مض طبيعي ووجوه، هاء ضمتي مع الإدغام بغنة في الياء المفتوحة ووجوه، يا واو سكون حرف رين يو ميم فتحة ما يوم، همزة كسرة إيه يوم إيه، ذلك كسرتي مع الإظهار الحلقي يومئذ ووجوه يومئذ، عين فتحة لام فتحة له علي، ياء سكون حرف لين علي، هاء فتحة ألف سكون مضى طبيعي عليها، غين فتحة غاء، باء فتحة باء غاباء، راء فتحة مع التفخيم غبرا، تاء ضمتي مع الإخفاء الحقيقي في حالة الوصلة غبرة، تاء نقف عليها بالسكون العارض مع همس الهاء غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، تاء فتحة تاء راء سكون مع التفخيم طر، هاء فتحة هاء ترهق، قاف ضمها ترهق، هاء فتحة ألف سكون مض طبيعي ترهقها، قاف فتحة قا تاء فتحة تاء قتا، راء فتحة مع التفخيم قتارا، تاء ضمتين مع الإظهار الحلقي قتارة، نقف عليها بالسكون العارض مع همس الهاء قتارة ترهقها قتارة ترهقها قتارة. همزة ضماء واو صفر مستدير لا ينطق، لام فتحة لا ولا ألف مد واجب متصل، همزة كسرة إي أولائي، كاف فتحة كا أولئك، هاء ضمه ميم ضمه هم أولئك هم، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام سكون قمرية مظهرة الك فتحة ك الك، فاء فتحة فاء الكفاء، راء فتحة مع التفخيم الكفارة، تاء ضمته الكفارة هم الكفرة، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح، لام سكون قمرية مظهرة الفاء فتحة فاء الفا، جيم فتحة جاء الفجاء، راء فتحة مع التفخيم الفجرة، تاء ضمته الفجرة، نقف عليها بالسكون العارض مع همس الهاء الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك هم الكفرة الفجرة، نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون منهم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.